خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن سمبوزيوم لافيستا من خلال الفنان محمد حميدة، منسق سمبوزيوم لافيستا الدولي للنحت بالعاصمة الإدارية الجديدة. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. يعني في البداية عاوزين نعرف السادة المشاهدين أهمية هذا الحدث الذي يحدث في العاصمة الإدارية الجديدة. سمبوزيوم لافيستا الدولي الدورة الثانية ده من الأحداث الفنية القوية النوعيه اللي هي مش منتشره في بلاد كتير، يعني بلاد معينه بس هي اللي بتعملها، والحمد لله مصر من ضمن الدول دي. فاحنا بننظم السمبوزيوم ده للمره الثانيه في يعني في اهم منطقه الان في مصر، هي العاصمه الاداريه الجديده في مدينه لافيستا. يضم 16 يعني 12 دوله و16 نحات من المشاهير، يعني هم متخصصين في النوع ده من النحت، اللي هو يعني عمل شاق جدا، لان هو كتل رخام ضخمه وحديد خرده واعاده تدوير المخلفات. وبينتجوا بعد كده اعمال جميله من مدارس كتير قوي مختلفه فنيه. السمبوزيوم ده بيدي ليه عده رسائل، يعني عندنا رسائل سياحيه، يعني عندك 12 دوله موجوده في مكان واحد في امان. صحيح. سياحيا لمصر حاجة كويسة، خصوصا لما زاروا المناطق اللي عملنا لهم أول يوم جولة، فده كان مهم جدا إن هم يتصوروا مع المناطق السياحية المصرية. طبعا بيحط صورهم على صفحاتهم، فده بيدي طبع كويس عن مصر. دي رسالة في حد ذاتها، يعني فكرة اللي أنا يبقى عندي النحاتين العالميين دول موجودين على أرض مصر، وفكرة اللي احنا ناخدهم في جولة سياحية في عدد من الأماكن اللي بتشتهر بها مصر، أعتقد دول بيعدوا بمثابة سفراء لينا للترويج للسياحة في الخارج. تسويق يعني غير مباشر لمصر، يعني تسويق حقيقي. صحيح. يعني الناس لما اكيد كل واحد عنده كم متابع على الاكونت بتاعه على السوشيال ميديا، بعدين بيتابعوهم من كذا بلد، يعني مش بلده بس، يعني هو على صفحته مثلا اصدقاء من العالم كله. طيب خليني اسال حضرتك برضو في البدايه عشان نوضح النقطه دي، هل السمبوزيوم ده بيحدث او هو حدث مصري خالص، ولا هي تاني سنه ينظم في مصر لكنه بينظم في دول اخرى ايضا؟ هو بينظم في دول اخرى بس معدوده، يعني مش كتير. يعني في الرياض وفي ايطاليا وفي رومانيا وفي تركيا، طبعا بتعمل اكتر من سمبوزيوم في كذا مدينه. فانا الحمد لله عملنا سمبوزيوم لافيستا في القاهره الجديده، وعملنا قبل كده في شرم الشيخ وفي الغردقه، ودي حاجه. وفي سمبوزيوم في مصر برضه قوي اسمه سمبوزيوم اسوان الدولي على الجنانيب، ده وزاره الثقافه نفسها هي اللي بتعمله، فده حاجه كويسه ان يبقى عندنا اكتر من سمبوزيوم. وبعدين انت عارف الاعمال الفنيه. مين الراعي للحدث ده يا فندم؟ مدينه لافيستا. مدينه لافيستا. لافيستا اللي هي طبعا شاركه مع القطاع الخاص والقطاع العام. نعم. ابرز الدول بقى اللي مشاركه في الملتقى وعددهم النهائي وصل لحد كام؟ معلش السؤال تاني. ابرز الدول المشاركه في الملتقى ده سمبوزيوم لافيستا، وعدد الدول المشاركه، العدد النهائي للمشاركين العدد الفعليين. العدد النهائي 12 دوله. البلاد المشاركه طبعا عندنا كندا، عندنا فنانين من ايطاليا، من المكسيك، واخد حضرتك. وعلى فكره هو النحت مش يعني ما بقاش في دول كتير ما تبقاش مهتمه بالنحت. صحيح. انما الدول اللي هي شرق اوروبا وتركيا ودول زي ايطاليا دي مهتمه بالنحت، وهم عندهم يعني الاهتمام بالنحت ده حتى من زمان قوي، من مئات السنين. صحيح. الحاجه الثانيه ان احنا عايز اكد عليها ان نفسنا ننظم سمبوزيوم يعني يكون فيه 100 نحات، واخد حضرتك؟ لا تاني؟ وده 100 نحات. 100 نحات. ده يتعمل ويبقى مصر ليها سبق، يعني تخش مشروع جينيس ان يبقى عندك 100 نحات. ده ما فيش دوله نظمت سمبوزيوم في 100 نحات. فان شاء الله. واعتقد ان احنا عندنا الكفاءات في فن النحت على الجداريات تحديدا. هو نفس العمل اعتقد، ان كان بيختلف التكنيك الى حد ما عشان انحت على الرخام او الخرده، لكن عندنا عقول قادره على يعني هذا العمل. طبعا في احنا عندنا كمان مشاركين مصريين، عندنا دكتور صلاح شعبان من فنون جميله الاقصر، وعندنا الفنان معاوي هلال. وفي مصر طبعا من يعني رائده في فن النحت من ايام الفراعنه، وفي فن الجداريات والمعابد والمجسمات الضخمه، يعني مصر رائده في مجال النحت. فاحنا بناكد على ده برضك بمشاركه فنانين مصريين مع الفنانين الاجانب، وبياخدوا خبرات بعض. استاذ محمد حميده، خليني اعرف من حضرتك اجمالي عدد
الفنانين المشاركين؟ احنا بنتكلم على 12 دولة مشاركة في هذا الحدث، بإجمالي كم فنان تحديدا؟ 16 فنان، لأن عندنا في دولة فيها 2 مشاركين، يعني في مشاركين من دول تانية، يعني هو 2 مش واحد. فاحنا 16 فنان بالفعل موجودين على ارض العاصمه الاداريه في وكتل الرخام، في نحت كتل الرخام والاعمال الحديد، وهو عمل شاق جدا، يعني ريت حتى تيجوا تصوروا وهم بيشتغلوا. اكيد. فاحنا موجودين يوميا من 9 صباحا لغايه الساعه 6 مساء في مدينه لافيستا شغالين، وهنعمل لهم جوله كمان في العاصمه الاداريه عند الابراج، عند الكاتدرائيه، عند المسجد، يعني برضك عايزين من خلالهم يعني ندي صور عن العاصمة الإدارية كمان. نعم، يعني بالتأكيد إن شاء الله كاميرا صباح الخير يا مصر هتكون مع حضراتكم لرصد هذه الفعاليات، لكن خليني أعرف من حضرتك برضو، إحنا بنقول الفعالية دي هتستمر حتى يوم 31 أكتوبر إن شاء الله، فإحنا بنتكلم في أكتر من 20 يوم أو 22 يوم تقريبا هي مدة تنظيم هذا الحدث. هل في فرصة لمن يرغب بالالتحاق والتقديم اللي هو يكون موجود ومشارك من داخل مصر تحديدا، من العقول الصاعدة أو الفنانين الصاعدين اللي هم بيتبنوا أو بيحبوا هذا النوع من الفن؟ هو طبعا احنا فاتحين باب الزيارات لمدينة لافيستا في مكان الورشة. نعم. لأي مجموعة من المدارس، طلبة المدارس، طلبة الجامعات، أقسام الفنية، فإن هم يزوروا الفنانين دول ويتعرفوا عليهم ويشوفوهم هم بيشتغلوا. انما طبعا صعب ان احنا نشارك حد جديد، لان احنا السيمبوزيوم ده عشان يتعمل النهارده بنقعد نشتغل فيه 6 شهور قبل. نعم. بنتواصل مع الفنانين ونشوف طلباتهم ايه، والمقاسات الكتل الرخام وتجهيز القطع الرخام عشان يجوا لقوها موجوده على الارض. صحيح. فصعب، انما احنا فاتحين باب الزياره. في حد ذاتها يا استاذ محمد، يعني هي تجربه تستحق المشاركه لكل من يرغب، حتى يعني فكره تبادل الخبرات ما بين ال 16 فنان اللي من 12 دوله اللي موجودين على ارض القاهره او تحديدا العاصمه الاداريه الجديده للمشاركه في سمبوزيوم لافيستا. بنشكر حضرتك الاستاذ او الفنان محمد حميده، منسق سمبوزيوم لافيستا للنحت الدولي بالعاصمه الاداريه الجديده. شكرا لك.